اهلا اهلا. طيب احنا وصلنا الحين بنقابل الاخ لطيف تافدر اوتسايد اوف صارثال، المنطقه هذه الزبده اللي كانت قريبه من الجامعه في الجزء الماضي، و احنا هنا عشان نقابله، لكن انا ما ادري وين الحين. بس مكتوب انه قابله اوتسايد اوف البتاع هذا، ف احنا اوتسايد الحين، لكن هو ما ادري وينه. تحت هناك، المفروض انه يكون تحت هناك، ف ممكن نستنى. اتوقع ان نستنى، لكن نقول لك requires a key، فنقدر احنا نستنى 3 ساعات. نقول 3 ساعات، حط اوكي، شوف شو يصير. هذا هو جا. يلا مشينا. يلا. This is better than sitting around talking about magic, don't you think? Yes, yes. True. I'm ready, let's go. يلا مشينا. You stay close to me while we're inside. طيب يلا، يقول لك خليك جنبي عشان ما يجيك شيء يا حبيبي، قلت ابشر. يلا. Follow ما ادري شو اسمه ذا. تولتر. لما ختمت اللعبة الحالية ما وصلت المكان ذا، كان ليفلي تقريبا 14، تقريبا دبل الليفل اللي انا فيه الحين. ف ما ادري صراحة، احس انه قاعد اسوي شيء انجاز، مو بانجاز يعني، انه شيء مرعب اني ادخل بالليفل. يا اخوي يمشي، يا اخي يمشي والله. ايوه ايش صار؟ يس، هو نوز. الـ NPCs في اللعبة مرة بطيئين. This is an exciting opportunity for us. Well, are there any questions before we begin? What would you like me to do? يلا، ما عندنا questions. Ah yes. Well, why don't you see if you can assist Arniel Gain? He's one of our scholars here working on cataloging off. I expect he'd appreciate some help in locating any enchanted. طيب يقول لك يدور هذا ما ادري اسمه. غير لي اجين ما ادري اسمه. جوا الكهف بس ما ادري وينه. وين راح؟ هذا هو يا شو. Do you think this treasure is Argo a powerful one? نعم، نروح من هنا. هذا القطو لو ما سكت بأذبح اللي بعد شوي. هذا اللي ورا. شوفي فمه، فاهم هو وجهه. Please be careful here. The site isn't entirely secured. طيب. يقول لك be careful. ما أدري شو. Site isn't currently secure. ما أدري شو. إنه ما ترى مو ب 100%. شو هنا؟ ما في شيء. طيب نمشي من هنا، من هنا، وبعدين بعدين من وين؟ نقدر نمشي من هنا بعدين من هنا، بس انه ابغى اشوف وين بروح. قوم تروح يا عزيزي. يلا في درج هنا. Please be careful here. The site isn't entirely secure. طب الله يرحم لي امك، امشي تكفى. مشرومز وبون ميل، جيب المشرومز وجيب المشرومز والبون ميل. يلا مشينا. Please be careful here. ان الله. هو اهلا. I'll be amazed if we find he what? You must be one of the new apprentices then. I've only looked. Try and be careful, all right? We don't want to damage. Search for magical artifacts. يعني what do you know about Arcano? What did you need me to do?
Just round up the rest of the magical artifacts so that I can catalog them. Yeah. You could find the artifacts, so... واحدة تحت ولا؟ لا هذه هنا. اوكي رينج صغير. اوكي في واحدة من في واحدة فيهم تحبسك في مكان ف تضطر انك شو اسمه شفتوا ف What in the world was that racket? Is everything all right? I'm trapped in here. How in the world did that happen? Pull the amulet off the wall, Madrusha. Really? Perhaps the amulet is a... What in the world was that racket? طيب يقول لك use the amulet. استعمل اللي تو اخذته من الجدار. فنروح ابيرل. هذه الظاهر الامولت. لا. هذه الامولت. لا. وين راحت؟ ها. اتوقع هذه. اظن والله ما متاكد صراحه لكن ممكن 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 بس احاول اتذكر من وين كنت من وين كنت اقدر اطلع ف نشوف احنا وش الاملت اللي اخذناها قبل شوي لا هذه هي اوكي شال ام الباب وش تسوي العامل دقيقة ابغى اتاكد بس بيرل سبيل spells cost 3% less to cast يعني كل ال كل spells او كل الاشياء اللي تسويها تكلفك 3% اقل فكلهم حتى ال حتى النار اللي تزيد الدم حقك restoration والdestruction والillusion كلهم 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 كل انواع spells ف جمجمة ومفك ما ادري ايش كانوا يسوون هنا صراحة why in the world would this be sealed off what is this place What is this place? الحين بتعرف وش what is this place. الحين بيطلع بني آدم هنا الله شبح مدريش. مفروض أنا ما أعتقد أيوة طلع. Hold mage and listen well. Know that you have set in motion a chain of events that cannot be stopped. Judgment has not been passed, as you had no way of knowing. Judgment will be passed on your actions to come, and how you deal with the dangers ahead of you. This warning is passed to you because the Psijic Order believes in you. You, mage, and you alone, have the potential to prevent disaster. Take great care, and know that the Order is watching. Okay, أعطاني تنبيه. Where I felt something طبعا هذا ما شاف يعني ولا ايش السالفه بقول الحين ايش شاف وش شفت انا I'm afraid I did. Can you tell me more about what you saw something about Psijic order and danger ahead the Psijics have قدم please do be careful who knows what we're going to find They what is the Psijic order with a history that predates the empire very powerful جروب مجموعه من الناس مره قويه I have no idea what connection they have to this place. Can you train me in meditation magic? I'm going to. I can certainly share a bit of what I know. نقدر الحين يعلمنا هو alteration. Alteration هي ال خليني أقول لكم مش alteration دقيقة. أو خلنا نتعلمها أول شيء. I can certainly share a bit. دام إنه يعني train. تعلمنا واحدة. Train ثانية. وترين ثالثة. هاو تسوي ثنتين زيادة فتعلمنا خمسة الحين
وتلفلنا، صار عندنا ليفل الحين واحد نقدر نلفل. هل يكون وش الالتريشن؟ الالتريشن هو طبعا بقول ماجيك اكيد. الالتريشن هي هذه، هي يقولك the school of alteration involves the manipulation of the physical world and its natural properties. This skill makes it easier to cast spells like water breathing, magical protection and paralysis. اتوقع شيء زي كذا زبد الكلمه هذه بس صح. اول واحده الووتر بريذنج، تقدر تتنفس تحت المويه او جوا تحت المويه يعني. ماجيكال بروتكشن انه يحميك ضد الماجيك اللي يجيك او ضد اي شيء يجيك انت. الباراليسس هي اللي اعتقد هي اللي تشل الواحد، ف يعني كويس. المهم راح نتعلم طبعا ديستركشن. احنا عندنا هاي ريكوايرد 39، هاي ريكوايرد 50. هذه كم ريكوايرد؟ 39. اعتقد ما راح نقدر نتعلم شيء من الـ من الـ هذا، فراح نتعلم ريستريشن ولا كونجريشن، واحدة منهم. هذه تعطيك تعطيك مثلا انك تخليك تطلع ناس معاك، يعني زي تذكرون في حلقة من الحلقات كان في زي شيء النار يطير جنبي، هذه يخليني اسويها، فنقدر نحطها هنا نسويها. ف كونجريشن وديستركشن وريستريشن والالتريشن والاخيره هي اللي هي الالوجن. طبعا الالكيمي برضو لها دخل بالميج بس مو بذاك الزود يعني. دقيقه يا صديق تعال يلا امش. اوب اوب اصبر. الله طيرنا امه مسكين. روح يا ابوي روح، ايش من جدي كذا. احنا الحين عندنا شو اسمه، جيب هذول، نشوف صديقنا هذا ايش عنده. جولد ويست، وين راح؟ ها شلون احوالك انت؟ خلنا نهيل. معك ان شاء الله بين ديفندد اور سيلف. يلا روح امش بس ونبقى وراك. هنا قبل شوي استعملت الصرخة، بس لو شفت شلون طار اللي قدامي قبل شوي، استعملت الصرخة اللي تعلمناها من الأخ اللطيف ذاك اللي فوق. طبعا الأخ اللطيف قصدي التنين اللي فوق. فهذه الصرخة الأخيرة اللي تعلمها، مو بالأخيرة اللي قصدي يعني آخر صرخة تعلمناها احنا يعني، اللي هي الفليمز. طيب أبشر أنت بس أمشي وما عليك. أح وش سالفة؟ والله العظيم شيء مرة غريب. أول مرة يجيني دامج من السكيلتنز اللي على الأرض. عجل أنت امشي. روح وانت بعد روح، وصديقكم ذاك بعد يروح. السلام عليكم. شلون باقي واحد بعد؟ وش يا وش هذا؟ هاي وراك طق صديقنا. خلنا نفتش ذا. اوكي قاعد احاول اشيل الاشياء اللي احتاجها بس ما ابغى اخذ معي اشياء كثيره. فالاشياء المهمه اخذها معي، الاشياء اللي خلنا بعدين نرجع لها، يعني نقدر نرجع لها بعدين. طبعا تقدر ترجع للدنجنز هذه كلها حتى لو انك ليفل 80 او الظاهر 100 اخر شيء، لكن لو انك ملفل كل شيء لاخر شيء وما ادري كيف. You however, I've never seen anything like this in Nordic ruins before. Why just look at all these coffins? This bears closer inspection. I'd like to stay a while. طب تعال افتح معي هذا، ولازم يفتح معاك الباب الحين عشان شوفك من ايه. هو بيجلس يكتشف يستكشف ما ادري ايش بيسوي. فاحنا الحين بنكمل نروح نشوف ايش الطريق ايش الوضع
ايش قصة ام الناس اللي موجودين؟ ف ما اقدر افتش هذا. هذه ايش فيها؟ حلو. تستفيد من الاشياء ترى هذه تقدر تبيعها بعدين. بالمناسبه تقدر تبيع على اي مخلوق موجود في سكايرم على اي بني ادم موجود. تقدر تقول له what do you have for sale و بيعرض عليك طبعا. في واحد ثاني بيطلع الظاهر اذا ماني غلطان من هنا، ولا هذا مكان فاضي يمكن. اوه ماي جاد، فخ طلع فخ هذا. هي نفسه. اوكي تعال يا حبيبي، تعال يا شاطر. اوه هذا والله هذا جامد، بس نشب فيه. تجيب الجولد اللي معاك وعطنا الجولد اللي مع اخوياك. ممكن اكثركم يقول الحين الجولد مره شوي من جدك. تجمع ابو اثنين ابو ثلاثة، اثنين ثلاثة يطلع بعدين 2000. فجمع اللي تقدر عليهم الجولد، لانه ما في طريقة تخليك تجيب جولد غير انك تجمعه من هنا، او انك طبعا تسوي جلتش يعني. هنا في شيء؟ لا ما في شيء. ممكن ترى في اشياء كثيرة افوتها مو متعمد، لكن انه بيطلع نفر من هنا بعد شيء. بس دقيقة اشوف. انا ما اتذكر المكان كويس عشان كذا قاعد ادور فيه كله ترى، ولا كان راح على طول من هناك. هو الظاهر انه بس هناك الجهة، بس انه هذيك الجهة بس انه كويس ما طحنا. يبدو انه بس هناك المنطقة هذيك اللي هذي بيطلع منها واحد من هنا بعد شوي، ولا لا ما في احد. في ستيل داجر نقدر ناخذه بس ما نحتاجه. نقدر ناخذ هذي وش مشرومز دي ولا لا؟ هذي ولا اشي. نفتح الجست. هذا شيء كويس مش بطال، لكن ناخذ نبيعه مو مشكلة. في مكان عندنا نقدر ناخذه ونبيعه. ايرون دور اوبن بليز. اوكي في نفرات هنا. نفتح هذا، ناخذ الاشياء اللي موجودة ونفتح هذا، وناخذ الاشياء الموجوده ونفتح هذا، وناخذ الاشياء اللي موجوده. احس في شيء قاعد يمشي فوق راسي، ما ادري شو. احيانا تحس انه كذا في نمله ولا عنكبوت يدور فوق راسك، يعني مو شيء كويس. نفتح التست. جولد ماجيكا. جيب جيب كله كله جيب كله. الحين ديستركشن وصل 40، فنقدر نلف البتاعة. هذا فقع لانه انا شاك انه في شيء اساسا بعد شوي لو مشيت قدام. شفتوه؟ ابن الاية. طيب اوكي، هنا يبدو انه في لغز. ف عشان نعرف اللغز هذا يبدو انه بيكون بالحظ، لاني ما اتذكر بصراحة. ف اللغز هذا انه لو شغلنا هذه يكون قاعد يطلق اسهم، اسهم سامة. ف كيف نعرف اللغز هذا؟ نقدر نعرف اللغز هذا من الصور اللي ورا. هذا صقر، هذا حية، هذا صقر، وهذا استفساح مدري دلفين مدري شو. زبدنا شيء بس مدري شو.
هلمت وجولد تبي جولد بس انا ما عندي شيء. المهم هذا دلفين مدري حوت مدري حية لا زبدة هذا الشيء. بعدين هذا اللي يطير الحين لو نشغل شفت شلون فتح باب مية مية. طيب هنا في شيء نفتح الباب. اوه اتذكر المكان تذكرت المكان مكان مو بحلو. يجوني كمان واحد من هنا واحدين على طاري يا ابن ال روح يلعن شكله يلعن شكله. والله يا طقه طقه ابن 66 ايه بغى يذبحني والله. كان باقي نقطه وانا اموت ستيلان قد جبنا والله كدنا ان نموت. هذا المكان هذا اللي يقول ما يعجبني عشان كذا خليني اشوف انا وش الاشياء اللي ما حطيتها بالفيفورت لانه في اشياء احس اني ما حطيتها بالفيفورت واحتاجها. فهذه ماجيكا موجوده هذا خليني احطه بالفيفورت هذا فيفورت بس ما عاد في شيء ثاني نحطه بالفيفورت. خلينا نهيل فحط فليمز يمين يسار نطلع فوق نشوف في احد ثاني ولا لا. ما فيش حدا ثاني. ناخذ الجولد اللي هنا هذا ولا شيء. نفتح الباب انا بس قاعد انظف الارض عشان ما يصير في فخ ولا شيء بس ولا هين كان درعمت على طول لكن انتبهوا من الفخوخ هذا اهم شيء. نفتح التست عندنا واحد مثل ذا ما نبغاه. ناخذ الليزر لوك بيك كله موجود. طيب شفت الفخ اللي موجود انتبهوا. هذا فخ ثاني على فكره يعني شلون تكهرب. طيب هذا حية هذا حوت من الدلفين. ها لازم نسويهم بطريقة انه واحد واحد يمشي اوكي هذا صار كذا كويس. الحين لو نغير هذا تغير هذاك تغير لا ما تغير. طيب احنا نبغى هذا يتغير. يا الله طب هذا تغير يا الله ليش وش الحظ الخايس. وهذا يتغير الحين. طيب اتوقع ان كل شيء صح. يس جبناها صح. طيب ننزل تحت هذا الشيء. شفت هذا الحجر اللي طالع اللي كذا ترى هذا فخ يعني لو تدعس عليه راح يشب المكان كله نار. ف انتبهوا لا تدوسون عليه. ناخذ هذه ناخذ هنا الجولد بوند بوك ما نبغاه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بيمشي عليه هو اتوقع. شفت الغبي عشان كذا انا ما احب امشي مع الناس الاغبياء اللي زي ذا لانك غبي. الحين خليتنا نتدمج بسبتك. طيب هنا في الكيمي تيبل وفي كتاب ف تستفيد منه. ناخذ الكتاب ناخذ الاشياء اللي موجوده هنا. يا حيوان لا تدعس على والله العظيم انه غبي من جد انه غبي. ناخذ الكتاب وننزل تحت هنا. وش الشيء هذا
نشوف شو الوضع هنا. اوه شوف اللي تحت ده. ولك اكثر من ساعة. هنا شكله. شو ما تأثر من باور من الشاو تقريبا. يقع إلى حجمي. يا ابوي روح جدك. الله على الشيء اللي اخذناه. يقول لك هذا increase your magic by 30 points، يسوي يزيد الماجيكا حقك 30 نقطة. كويس نجيب. وهذه ولا شيء وهذه ولا شيء، ما راح اخذهم. نهيل هيل ونرجع الفليمز. ممكن اكثركم يقول ليش ما تغير عن الفليمز، لانه اكثر شيء يعجبني صراحة. عشان كذا ما ابي شو اسمه ما ابي اغير، يعني اشوف اقوى شيء هي وافضل شيء موجود. الكهرباء بعدين تصير قوية، تقدر قوية يعني تصير جدا جدا قوية. فتعال ها وش عندك؟ عندي شيء. ناخذ الجيم وفي هذا الشيء اوريكم وش الحين. هذا سلاح. اوكي وش يسوي السلاح هذا؟ يقول لك target take 25 points of damage and twice as much magic damage. يعني اي واحد تطلق عليه بالسلاح هذا راح يتدمج 25 نقطة، وزيادة على كذا راح ينسحب من عنده 50 ماجيكا. فهذا مرة شيء كويس، لكن العيب الوحيد اللي فيه انك لازم تشحنه. يعني لازم كل ما خلص الخط اللي تحت هذا اللي تشوفونه اللي تحت الثمانية، كل ما خلص لازم تشحنه بالجيمز. الجيمز اللي هي الاشياء هذه اللي هي هذه الاشياء هذه. الحين يقول لك filled with laser soul empty مثلا، والشغلات هذه فتستفيد منها، هذه تشحن فيها الاسلحه، فشيء كويس. خلينا نشوف هذا وشو حق بويزن الظاهر. انا ما اعتقد انه بويزن، ماجيك ويك بويزن. اوكي طيب نشوف وشو ذا الشيء. ما اذكر شلون كنا نسويها هذه. طيب انا واقف. يلا وش السالفة؟ وش السالفة؟ ما هنا سالفة. This is simply fascinating. طيب خلنا نسأله وش هذا الشيء. I have no idea. This is amazing. Absolutely amazing. That's amazing. طيب الحين complete ما أدري وش find take the archmage ما أدري وش back to the ما أدري وين. فنفتح الدور هذا نمشي. ما فيش حاجة هنا ولا هنا. أوه صرخة جديدة يا عيال. خلنا نفتح الصندوق نشوف ايش فيه. الله الله. اوكي نجيب create a magic sword with 120 seconds. See if this happens. This show. هذه تقدر increase your stamina by 20. Staff of frostbite. يا عيني يا عيني على الأشياء اللي أخذناها. طيب قبل لا أخذ الصرخة خليني بوريكم الشيء هذا اللي. شو books. تروح لspell. إحنا طبعا عندنا frostbite من قبل. لكن راح نتعلم هذه. Create a magic sword. حطيها yes. You have learned magic show. فنروح الماجيك. هي في ال هي هذه في الكونجريشن. تذكرون لما حطينا بوينت في الكونجريشن في بداية الحلقة؟ الحين لو حطيت هذه وبحطها فيفرت لأنها مرة مفيدة مرة كويسة، فأقدر أسوي كذا يعطيني سورد. ف إلى 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 120 ثانية يجلس معي السورد هذا، فشيء مرة كويس. هلا بالعيال هلا بالعيال. اسمعوا اسمعوا اسمعوا.
آخ صراحة صراحة يعني اللعبة هذه تعيشك أجواء مي طبيعية. ف خصوصا مع الأصوات، أنا الأصوات في اللعبة هي من الأشياء اللي جدا جدا تحمسني. ف راح نروح الحين للجامعة وراح أشوفه في الحلقة الجاية إن شاء الله.